بعد بزوغ ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية، التحق واحد العدد كبير من الشباب المغاربة اللي بعد التحق واحد العدد كبير من الشباب المغاربة بعد تأثير عليهم من الآلة الدعائية يعني لا ماشين بروبوغانديس ديال داعش، التحقوا بالساحة السورية العراقية من أجل وشاركوا، منهم اللي انخرط في داعش، منهم اللي مشى لجبهة النصرة، منهم اللي مشى لحركة الشام، وصل واحد العدد كبير ما يفوت 1660 مقاتل. بالنسبة للنساء تقريبا التحقت شي 291 امرأة، وكانوا الأطفال دابا اللي كاينين، الأطفال اللي كاينين دابا كاينين 630 طفل، ولكن منهم اللي زاد تما بالمنطقة السورية العراقية من أب غير مغربي، وهذه إشكالية اللي كطرح مسألة ديال الجنسية ومسألة ديال العودة. هذا الملف هذا من الناحية القانونية، على أن المشرع المغربي نص القانون اللي هو 86/14 في 20/5/2015 واللي جاء كتتمة وكتعديل المادة القانون الإرهاب اللي هو 03/03 ديال 28/5/2003 اللي كتعرفوه، ولكن لما لاحظ على أن هذه العودة كتشكل خطر ديال المقاتلين، أصبح على أنه أصبح القانون هذا كيعاقب الالتحاق ومحاولة الالتحاق ببؤر التوتر، سواء بشكل يعني بشكل جماعي أو بشكل منفرد، بشكل منظم أو غير منظم، وكتوصل العقوبات فيه من 5 سنوات حتى ل10 ديال السنوات بالتنسيق مع النيابة العامة. من الناس اللي هما تقريبا اللي رجعوا كاين 274 شخص اللي رجعوا هنا للمملكة المغربية، عالج من المكتب المركزي للأبحاث القضائية 141 حالة، 141 اللي تم تقديم لهم العدالة، يحالون على العدالة هاد الأشخاص. بخصوص بخصوص الباقي كاين الفرقة الوطنية والشرطة القضائية. بخصوص المشكلة ديال العودة، كتعرفي على أن التحدي الأمني الكبير دابا حاليا هو اللي كيشكلوه العودة ديال المقاتلين، وحتى الإرهاب الإلكتروني ما يسمى الإرهاب الإلكتروني. العودة ديال هاد الأشخاص هادو راها قد تم، يعني اللي باقين بلوكي، يعني سادير باقين بلوكي في المنطقة ديال سوريا العراقية، منهم كاينة 387 طفل، وكاينة 136 امرأة، وكاين 251 مقاتل. هادو هنايا راه كانت يعني كاينه واحد اللجنه برلمانيه نظرت هذه المساله هذه، وكاين تتبع من الناحيه الامنيه، كنهضر لك انا من الناحيه الامنيه، اما من الناحيه ديال تدبير الملف فهو من اختصاص جهات يعني رسميه اللي خاصه بسميتو.